سيدتي سيدتي، أهلا وسهلا بكم مع خبر عاطل. ضيفنا لهذا اليوم إبليس أبو الملابيس. هلا 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 سيد إبليس، أهلا وسهلا شخصيا بك. ونلفت النظر لإخوانا المشاهدين أن هذا أول ظهور تلفزيوني لإبليس في الشاشات الأردنية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا هلا سيد إبليس. والحكي للجميع، شايفك تعبان هيك ومرهق، زعلان، حزين، وايش في يا زلمة؟ وايش في؟ لا ما في شيء، ما في شيء، صدق ما في شيء. اسمع بحياة شعوبك عليك انك تقول في حكي على لسانك. احكي احكي انطق. والله مش عارف، ناقري يا ابو صقر ناقري، مسكر بوجه الأمور كلها، لا في شغل ولا في عمل، سوق الوسوسة بالمرة، واقف واقف يا زلمة. لا 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 لا، بسيطة بسيطة بسيطة. طيب يعني عدم المؤاخذة سيد إبليس، يعني ما شفت هالمسؤولين هالفاسدين؟ ما شاء الله عنا فاسدين، وين ما رحت وين مجيت؟ ما هو يا أبو صقر ما خرب بيتي إلا المسؤولين والفاسدين، كل ما اجي اوسوس لواحد منهم بقول لي بعرف بعرف. شو هذا يا زلمي، صاروا معلمين في الوسوسه والفسفسه. يعني بصراحه يا ابو صقر حسيت حالي ابليس صغير قدامهم، كرهوني في هالبلد، كرهوني في الحياه، خلص بدي انا اهاجر، بدي اهاجر. اسمع هسي اجتني الفكره، شوف بتقدم السي في تبعك لرئاسة الوزراء، لأنه سمعت أن حكومتنا بتدور على مستشار مثل أشكالك.